أمي إيمت موعد الجلسة؟ صايرة كتير عم تسألي على موعد الجلسات مو هيك؟ أي وإذا يعني؟ بالنهاية هي مو جلسات جيران أمي، وبدي أعمل جلسة علاج نفسي قبل المحكمة فورا. بآخر جلسة قلنا قلتي لي إنه الذاكرة بتكون ثلاثية الأبعاد. أحياناً بتتنشط باللمس أو مسك الأشياء، وأحياناً بالريحة أو بلحن أو بغنية، وأحياناً بترتبط بالمكان، بتروحي على محل بيخليكي تسترجعي اللحظة، وبحفز ذاكرة كانت عم تستنى هي اللحظة. مكان الحادثة حفز ذاكرتي. أنا تذكرت كل التفاصيل. من وقت ما فتحت عيوني بالمشفى وأنا عم بتمنى يتعبى الفراغ يلي صار بذاكرتي بعد الحادثة، كانت هي أمنيتي أكتر من إني أعيش. بدي أتذكر كل شي، بس طلع إني أتذكر أصعب من إني أنسى. يلا كلي. برافو يا حلوة. أنا بعرف إلا قد ممكن يكون صعب عليكي تحكي لي اللي براسك، بس أنا بدي أعرف شو صار بهداك اليوم. إلا أنا بدي أعرف الجواب بقى. برافو عليك أستاذ عمر، حضرتك أهملت القطط كلهم بغيابي. غالباً غيرانين من بعض، ليك تطلع على هديك التانية بتغار من هي، لهيك ما عم تقرب. إلا شو عم يصير؟ شو صاير لك؟ ليكي وقت اللي بتسكتي هيك بصير ما عاد أعرف إذا بهداك اليوم أنا غلطت بتصرف ولا عملت معروف. ما عملت معي غير المنيح عمر، ومن بداية رفقتنا أنت خليكون، أنا رايحة على الحمام وراجعة. تمام تمام تعالي تعالي. لا تقرب أكثر. بس هيك إلا؟ ما بدك تقولي لي شيء؟ مو هلأ إلكار، رح تسمع كل شيء بدي أقول لك يا بس بالمحكمة. أنا آسف. الاعتذار بهيك وقت بلا فايدة. الله يحميكي.